السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، ويا مرحبا فيكم في برنامجنا الجديد برنامج تور. هذا البرنامج اللي راح ناخذ فيكم جولة على جميع مناطق الدوحة منها الثقافية والسياحية. واليوم بداية حلقتنا راح تكون عن طريق الحي الثقافي كثارة، ويا مرحبا فيكم. اللي يقول كتارة يقول الثقافة، لأنها تجمع بين الفنانين والمطربين والمسرحيين، وتقام الكثير من الفعاليات في كتارة. تحول الحي الثقافي كتارة إلى وجهة سياحية وثقافية لسكان قطر والسياح الذين يزدحم بهم المكان أيام الإجازات والمواسم، فالشوارع هنا متعرجة تعيد الذاكرة إلى العصور القديمة. يأخذنا كل شارع من تلك الشوارع إلى معلم من معالم المكان، حيث جعلت المسارح والقاعات ومقرات الهيئات الفنية والثقافية من الحي الثقافي ملتقى لجميع المثقفين والفنانين، ومركز لتعزيز الوعي الثقافي عبر المهرجانات والمعارض والندوات والحفلات الموسيقية. من أفضل الأماكن اللي موجودة في كتارة هي أروقة كتارة، واليوم راح نستضيف السيد سالم مبخوت المري مدير العلاقات العامة. يا مرحبا فيك يا مبخوت. الله يرحبك ويطول عمرك يا أبو شميم. يا مرحبا ومسهلا. مبخوت، نبيك تكلمنا عن السياح اللي بيجون كتارة، شنو الأشياء اللي راح توفرونها حق السياح؟ تقصد بخصوص كأس العالم؟ بخصوص كأس العالم نعم. نعم. طبعا مثل ما يعرف الجميع، كتارة دائما مستعدة لاستضافة السياح في مختلف المناسبات، لا سيما البطولات العالمية الكبرى مثل بطولة كأس العرب اللي صارت. كان هذا نفس التست لكم؟ نعم، كانت بروفة مصقرة لكأس العالم، وكذلك نستعد الآن لاستضافة الجمهور والسياح خلال بطولة كأس العالم. أكيد بلا شك راح يكون الاستعداد مختلف، راح يكون الاستعداد أكبر، راح يكون فيه اهتمام أكبر، راح يكون فيه تنوع حتى على مستوى الفعاليات والمهرجانات والأنشطة اللي راح تقام بمناسبة استضافة قطر لكأس العالم 2022. احنا شفنا المطاعم وشفنا الأشياء اللي موجودة في كتارة. طبعا احنا نتذكر بطولة كأس العرب ان في فعاليات كثيرة كانت مصاحبة مع بطولة كأس العرب، هل راح نشوف فعاليات موجودة او شل الفعاليات اللي راح تكون موجودة في بطولة كأس العالم؟ كتارة تعتبر اليوم هي الوجهة الثقافية السياحية الأبرز على مستوى الدولة، وحتى لو نقول ما نبالغ إذا قلنا على مستوى المنطقة ككل. صحيح. طبعاً لعدة عوامل، وجود بنية مناسبة وقوية جداً لاستضافة كبرى الفعاليات ولاستضافة مختلف الجمهور. مثل ما ذكرت راح يكون فيه بإذن الله مهرجانات، وراح يكون فيه فعاليات خاصة بكأس العالم، في مثل ما ذكرت المرافق المتنوعة العديدة، نذكر مطاعم كتارة، في العديد من المطاعم والكوفيهات التي تتميز بها كتارة موجودة فقط في الحي الثقافي كتارة. أيضا في العديد من الفعاليات والأنشطة اللي راح تكون متوايدة إن شاء الله طوال العام، ترضي كافة الأذواق وكافة المدارس الفنية. كذلك كورنيش كتارة موجود له جمهوره. أخوت أنا سعيد اليوم باستضافتك، وإن شاء الله نشوفك في الأيام القادمة إن شاء الله. الله يرحم والديك وإن شاء الله يطول عمرك. يا مرحبا. الله يسعدك. يا مرحبا، حياك الله. تنظم جهات رسمية وخاصة أنشطتها الثقافية والاجتماعية والفنية في الحي الثقافي اللي أضحى لا يخلو من مهرجان أو معرض طوال أيام الأسبوع، ما جعله مكان يضج بالحركة والحيوية. Thank you.
السلام عليكم. عليك السلام. شلونك؟ سك طيب. الله يخليك. طيب الله يسلمك. عبدالله طبعا من الفنانين التشكيليين اللي موجودين عندنا في الدوحة، هو موجود قطارة بس ما شاء الله شو المكان الزين هذا. نبيك تكلمنا عن هالمكان الحلو. إن شاء الله. معك الفنان عبدالله المطاوعة. طبعا هذه استديوهات قطارة للفنانين وتجمع للفنانين، وحياك اقدر ارويك الحين والله نشوف الأعمال. الصور ما شاء الله الاعمال جدا ممتازه، نبيك تروينا الاعمال. يلا حياك الله. الحي الثقافي قطارة احد اكبر المشاريع في قطر ذات الابعاد الثقافيه المتنوعه، حيث يتجلى هناك اهميه التنوع في التطور الانساني، وهي وجهة مثالية للتعريف بتراث وتقاليد قطر والتوعية بأهمية كل ثقافة وكل حضارة. طبعا عبد الله، شو مثلك هذه الصورة؟ هذا الله يسلمك تمثل عن الغوص للولو والبحار والصيد والأمور هذه. هذه أنواع من أنواع المراكب اللي في قطر والخليج العربي، وتمثل البحر والخير اللي احنا كنا ناخذه وما زلنا. هذا الحين مع الشاطئ الحين ما اي نعم، هذه توهم راجعين، توهم ركبوا عددهم واغراضهم ونازلين. فعندي دمج للبحر، عندي الاسلوب يعني. طبعا الرسم هذه او الالوان استخدم انا الاكريليك لانه فيه ميزه ضرباته وينشف اسرع من الزيتي. طبعا في انواع انتم تستخدمونها في الرسم. صحيح، في الزيتي والاكريليك وفيها انواع من الووتر كلر والقواش، نوع من انواع الفن بعد في الباستيل. شاركت مهرجانات كثيره عبد الله؟ اي نعم، شاركت في قطارة بعض. طبعا الحي الثقافي قطارة يهتم بالفنانين، نشوف كل فترة وفترة يسوون مهارة. صحيح، مهتمين في الفنانين في قطر وخارج قطر، يقومون بمعارض داخلية وعالمية يعني، والحمد لله يعني. لا ما شاء الله، هذا قاعد يسوونه قطارة جدا ممتاز، وهذا يشجع الشباب القطري على الرسم والاهتمام بأشياء كثيرة. صحيح، فيشكرون على الأمانة إدارة قطارة الحي الثقافي. صحيح، وانت بعد مشكور على الصوره هذه، مشكور على اللقاء اللي اخذناك معنا فيه. الله يخليك، يعطيك العافيه. الله يعافيك. ان شاء الله تكمل الصوره هذه الحلوه ان شاء الله، نشوفها في المعارض باذن الله. ان شاء الله وانت حاضر. ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. ان شاء الله والديك. اي ما قصرت. من الحي الثقافي إلى حدائق قطارة، يعتبر مساحة هذه الحديقة 32 ألف متر مربع، وفيها متنفس للعائلات، للشباب، للأطفال، وفيها ممرات رياضية، وفيها ملاعب للبدل سواء للشباب أو البنات، وفيها أيضاً كوفيات، وفيها مطعم كبير. حياكم معنا في هذه الجولة. تحتوي تلال قطارة على أنواع متنوعة من النباتات والأزهار الموسمية لتستقبل الزوار بأريجها الفواح، بالإضافة إلى أعداد كثيرة من الأشجار الدائمة الخضرة والسريعة النمو. لوحة بديعة من ثراء الألوان يستمتع بها جمهور الفن والثقافة والإبداع، يدخل في نفوسهم البهجة والسرور. تبلغ المساحة الإجمالية لحدائق الحي الثقافي قطارة 32700 متر مربع، وهي مجموعة من المروج الخضراء اللي تم تصميمها بأساليب حرفية فائقة الجودة. طبعا حاليا احنا موجودين في أعلى قمة في تلال قطارة، مثل ما انتم شايفين المنظر شلون قدامنا، الشاطئ والمطاعم الموجودة، الكوفيات، وفيه الحديقة اللي احنا موجودين فيها، ولقينا احد الاخوان الموجودين. هاي ماي فريند، هاو ار يو؟ هاي، ثانك يو. واتس يور نيم اند وير ار فروم؟ ماي نيم از علي، ايم فروم ايران. وات ار يو دوينج هير؟ يا اي جاست كيم هير 2 دايز اجو، سو يا ايم اون هوليداي فيكيشن. ذا ويذر از نايس، ذا فيو از نايس، ذا سي از نايس، سو اي جاست يو لايك ذا اريا هير؟ يا اي كيم هير فور دوينج سم سبورتس، تيكينج ا ران. ايفري داي؟
You know, I just arrived here 2 days ago, so casually, maybe 3 or 4 times a week, I try to come here for the sport, for the better. And do you today, like Qatara? Yeah, it's nice. It's nice. I like it. Okay, my friend. Thank you. Thank you, my friend, for coming here. تتميز الحديقة بموقع استراتيجي بإطلالتها الجميلة تتيح للزوار الاستمتاع بالمناظر الخلابة والتحف المعمارية والمشاهد الراقية. تشكل مسطحات الحديقة الخضراء الممتدة على مساحة شاسعة واحدة من المميزات الرائعة اللي توفر مشاهد في قمة الجمال. حالياً احنا متواجدين في شارع لافيت المكيف. هذا الشارع مكيف طول السنة، سواء درجة الحرارة 50 أو 60، هذا الشارع طول السنة مكيف. في محلات تجارية، في كوفيات، في داخلية وخارجية، وفي مطاعم أيضاً. وهذا الشارع ما شاء الله، يعني الكثير يتكلمون عن الشارع في منطقة الشرق الأوسط، لأن هذا الشارع تقريباً الوحيد في العالم اللي هو مكيف. مكيفات وضعت على شكل فتحات تهوية على جانبي الطريق ساهمت في خفض درجات الحرارة اللي تصل في ذروة الصيف إلى 46 درجة مئوية. بعدما عملت قطر على إدخال نظام التبريد في الملاعب، جات تقدم لنا هذا الشارع الفريد من نوعه واللطيف على الزوار. يزدحم شارع 21 هاي ستريت أو الشارع المكيف بالمطاعم والمقاهي، يضمن لرواده فسحة من المتعة في ظل جمال العمارة فيه وجودة الخدمات المقدمة. شارع 21 هاي ستريت وجهة تسوق مثالية في الهواء الطلق، يعتبر خطوة كبيرة في تعزيز ريادة قطر كوجهة إقليمية رئيسية لتجارة التجزئة. يحتضن الشارع غاليري لافييت المتجر الباريسي الشهير، يقدم لزواره تجربة تسوق متميزة في ظل العدد الكبير المتوفر من العلامات التجارية الجديدة والحصرية التي لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر في قطر. طبعاً بعد ما صورنا أهم المعالم اللي موجودة في قطر، جايين ناخذ راحة شوي ونعيم من الله خير ونتغدى، وجايين اليوم إلى أحد أفضل المطاعم البحرية اللي موجودة عندنا في قطر، وهو مطعم لوزال. حياكم معنا. عند دخولك مطعم لوزار سيأخذك المطبخ المفتوح ومساحة عرض طولها 4 أمتار في رحلة بحرية شيقة. في ديكور المطعم تمنحك أجواء عصرية ومريحة مع الأرضيات الزرقاء لتعطيك لمسة من سحر المحيطات والبحار. في لوزار بتلاقي تشكيلة واسعة من المأكولات البحرية الطازجة التي يمكن أن تحضر بالطريقة التي ترغبها. أكثر من 50 صنف من المأكولات البحرية تضمن لزوار المونديال هامش كبير من الاختيار وخوض تجربة فريدة. طبعا حاليا احنا موجودين في مطعم لوزار ومعانا الشيف ديلاين. مرحبا ديلاين. مرحبا. How are you? Very good. Thank you. Good. نبي نعرف الجمهور وش اللي عند لوزار، وش يقدم لوزار للجماهير. Okay, this concept for the Lusar concept is totally different. This is one and only in Doha, one and only in Doha. This is the fresh seafood market, so you can choose your own fish. You can come on your own fish and you can select it, whatever which cooking method. We have a 5 kind of cooking method. We have Arabic, we have Thailandi, and we have European, and we have Japanese, and all and Indian food also as well. So any cooking method, we will make it in your own fish.
so it will be get you into the table. And including we have so many salads, we have so many soups, so many rice, we have different rice. We have Muhammad rice, Arabic rice, steamed rice, ghee rice, and biryani rice. Mashallah. All of it. Too many. Too many things. طبعا نبي نسال الشيف هل انتم جاهزين لكاس العالم وجماهير كاس العالم؟ Are you ready for the World Cup fans? Yes, we are ready and most welcome everyone to come in Lusail to have one dish and we will make a special dish for them all. All every countries are most welcome. ما شاء الله. يعني هم جاهزين الى كاس العالم ونبي نساله شنو الطبق اللي مقدمها لنا اليوم؟ Tonight we have a special dishes for you. Then I will bring it to you into the table. Inshallah, I will see. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. يعجل حي ثقافي كتارة مجموعة كبيرة من المطاعم تضمن تلبية رغبات كل رواد الموقع. بالتالي فإن تسميته تتجسد أيضا في تنوع ثقافات الأكل في كواليسه. كل الأذواق هنا لديها نصيب ولا حاجة للسفر في سبيل تذوق الطعم الأصلي لأشهى الأطباق في أي بلد. طبعاً بعد ما خلصنا من معالم كتارة الثقافية الحين جايين إلى شاطئ كتارة. شاطئ كتارة فيه ألعاب، فيه أشياء كثيرة سواء للعائلات أو للشباب، وحالياً راح نجرب تجربة جداً جداً جديدة علي أنا. تجربة هي الكياك، فحياكم معاي نجرب الكياك. وقبل ما نجرب أول شيء لازم ناخذ جاكيت للسيفتي، فالحين راح نجرب الكياك واليوم راح تكون تجربة جديدة بالنسبة لي، فإن شاء الله تكون تجربة مناسبة ونعيد الكرة إن شاء الله بإذن الله. شاطئ كتارة يعتبر من أجمل الشواطئ المطلة على الخليج العربي، توفر للزوار فرصة مثالية لقضاء يوم ترفيهي ممتع. لا تكتمل أي عطلات على الشاطئ بدون القليل من المغامرة، وهذا ما تشتهر به كتارة، حيث توفر العديد من الأنشطة للمتعة والترفيه. الشاطئ الذي يقع بالقرب من حافة المياه في قرية كتارة الثقافية هو مجهز بمرافق مختلفة، ما يجعله مكان مثالي للاستمتاع بالعديد من الأنشطة على غرار التجديف بالكاياك وركوب القوارب والتزلج على الألواح والتزلج على الماء. حالياً احنا موجودين في شاطئ كتارة ومعانا اليوم متولي مشرف الرياضات المائية. متولي مرحبا فيك ويا هلا فيك في برنامجنا بورت قطارة. الله يسلمك. ونبيك تتكلم عن الرياضات المائية اللي عندكم في كتارة. والله احنا عندنا جميع الأنشطة البحرية الموجودة، عندنا كايكات وعندنا بيبل بوت وعندنا مراكب كبيرة خاصة بالعوائل مناسبة لجميع الفئات والأسعار مناسبة لجميع الفئات، وعندنا جوافي فعاليات حق الصغار بعد. اي عندنا المراكب اللي هي عندنا الدواسات، مركب الدواسات دي ما شاء الله موجوده متاحه، وعندنا كيكات برضه جميع مناسبه جميع برضك. والسيفتي شلون السيفتي عندكم؟ السيفتي عندنا من الاطفال جواكيت خاصه بالسيفتي، وعندنا جيت سكي خاصه برضك بالسيفتي تبعنا برضك، وعندنا لايف جارد على مستوى ان شاء الله يعني في اي حاجه بتحصل بنبقى موجودين. وشلون مع الزحمه عندكم هنا؟ متى وقت الزحمه؟ والله وقت الزحمه حضرتك بتبقى يوم الخميس والجمعه والسبت، يعني ويكند. الويكند والايام العاديه؟ والايام العاديه بتبقى كويسه برضك، بتبقى متاحه، بس بالنسبه لو في اجازات ولا حاجه بتبقى زحمه. طبعا الاسعار عندكم شلون؟ الاسعار متاحه لجميع الفئات، يعني في متناول يعني الجميع. متناول الجميع. لا هذا شيء طيب طبعا من كتارة. ونبي الاشياء الموجوده عندكم بعد ايضا. احنا عندنا بالنسبه للعوائل عندنا مركب كبيره بتشيل 10 اشخاص تمام، تاخذ جوله فيهم، تاخذ جوله بتروح للكورنيش وتطلع ساعات بتطلع ناحيه صوب اللؤلؤه وتطلع ناحيه السخنيه، وعندنا مراكب التقليديه اللي هي التراديشنال تمام برضك نفس القصه بتطلع ناحيه جزيره اللؤلؤه الجزيره والسفليه. ما شاء الله. طبعا متولي انا سعدت اني اكون معاك هنا في اللقاء وعطيتنا معلومات كافيه حق شاطئ كتارة، ويعطيك العافيه وشكرا لقدومك معنا اليوم لهذا البرنامج. شكرا. الله يعطيك العافيه. شكرا جزيلا.
على مسافة الكيلومتر ونصف كيلومتر يضمن هذا الشاطئ أوقات ممتعة لزواره في سبيل الاستمتاع بسماء شمس الدوحة المشرقة باستمرار ليكون أحد أجمل شواطئ العالم اليوم. وما عليك سوى حزم المناشف وملابس الاستحمام. طبعا كانت الرحلة جدا ممتازة وأول مرة أجرب الكاياك، صراحة متعة لكن شيء متعب مثل ما أنتم شايفين كتارة وشاطئ كتارة، وشوفوا زحمة العوائل، يعني أماكن جدا جدا ممتازة. ومن شاطئ كتارة تنتهي رحلتنا لهذا اليوم، على أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. أشوفكم على خير.